قطرية أمام منتخب قوي. الحديث عن المنتخب الإيراني في الصنف رقم 21 يحتل تصنيف الفيفا. المنتخب الإيراني سيواجه منتخبنا الوطني الجزائري طبعا المنتشي بانتصارين متتاليين ضمن تصفية إفريقيا المؤهلة إلى كان الكوت ديفوار 2023. نريد أن نعود إلى هذه البطولة ونريد أيضا أن نتوج بها مثل ما فعلنا سنة 2019، وأن ننسى النكسة الماضية ونصب ونتقدم دائما إلى الأمام. هكذا يفكر المحاربون، وهذهما أبناء الجزائر. من دون إطالة مشاهدينا الكرام، يظهر الكوتش جمال بلماضي، توليفته وتشكيلته على النحو التالي. في حراسة قتاتي على الجهة اليسرى لإبراهيمي بلال الذي حاول الانطلاق، والتغطية الدفاعية والقراءة كانت حاضرة. منحناكم مشاهدينا الكرام توليفة وتشكيلة المية لزركان. محاولة المرور مرت وتحولت إلى ركلة مرمى لفائدة المنتخب الإيراني. المنتخب الإيراني حذاري من الكرات خلف ظهر المدافعين. إمكانية ممتاز، رائع في المكان المناسب. من هنا كان في الموعد طبعا؟ محمد من توغاي أنقذ المستوى. إمكانية بن عياد، فرصة. ماذا قال حكم المباراة؟ هل هي ركلة جزاء؟ لا 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 لا، لم يقل ركلة جزاء. هي أول فرصة جزائرية حقيقية بقوة كبيرة. التسديدة كانت حاضرة. إمكانية لفتح مجال التسجيل. تسلل موجود فعلا، تسلل موجود على قلب الهجوم. سردان أزموم، وعندما نتحدث طبعا عن سردان أزموم يعتبر من بين الدور جزائرية لمحاربي الصحراء. يقتربون رويدا رويدا. رشيد غزال وصلت على الجهة اليمنى. رشيد غزال واحد على واحد. مرة رشيد، التسديدة قوية. واحدة من المحاولات الرائعة من اسماعيل بن ناصر وليس من رشيد غزال. فرصة وإمكانية على مرتين، والحارس ماندريا في المكان المناسب. وقبل ذلك حكم المباراة تعلم عن وجود تسلل في الكرة الماضية. بعد اثنين، يا سلام، روعة المرتا، روعة روعة روعة. الفرصة والكرة كانت بشكل رائع ولعبت بشكل دقيق. ضغط من زرقان، عادت من جديد التوسيعة والفرصة والإمكانية، ولكن الحارس في المكان المناسب ينقذ الموقف من فرصة جزائرية. تحدثنا عن بلال إبراهيم، قلنا أنه عنده فرصة وإمكانية وتسديدة. وتوغاي توغاي توغاي مرة توغل. يا سلام يا سلام، ركلة جزاء. هنا ركلة جزاء فعلا للمنتخب الوطني الجزائري عند الدقيقة 27. من انطلق؟ رشيد. من توغل؟ غزال. هنا بن عياد، فرصة. بن عياد في الشباك في الشباك في الشباك. هذه لا تضيع يا بن عياد. العلم الجزائري يرتفع. بن عياد بسرعته بقوته بمهارته بإنهائه المثالي يسجل أول أهداف الجزائر، وأول هدف بقميص المنتخب الوطني. والهدية طبعا للمرحوم.